الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، جزى الله خيرا الإخوة المتحدثون من قبلي على ما قدموا من دعوة التوحيد، وإن كان من كلمة فهي بعض التعليقات على كلام الأخ عبد العزيز جزاه الله خيرا، فقد تكلم عن مسألة الالتزام بالدين، وأن كل من تمسك بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، الناس طوالي يقولون عنه وهابي، أي زول تمسك بالكتاب والسنة طوالي الناس يقولون وهابي، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على بعض المسائل. أولا، نحن يعني لا ندافع عن محمد بن عبد الوهاب إلا لأنه عالم من علماء المسلمين، دعا إلى الكتاب والسنة، وقام في وقت كان الشرك قد انتشر على الأرض، في الزمن اللي كان فيه كان أي شارع تمشي في قبة أو ضريح أو شيخ يسجد له من دون الله عز وجل، فدعا إلى توحيد الله رب العالمين وإلى تخليص العقيدة من شوائب الشرك، فقامت عداوة أهل الشرك بالله فألصقوا به هذه التهم. بقيزل يدعو إلى التوحيد طوالي يقول شنو؟ وهابي. وأنت إذا أردت أن تعرف صدق ما كان عليه درت حاكم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ارجع إلى كتبه، كتبه هندي قاعدة في الأسواق، الأسواق مليانة، جيب الكتب بتاعته خدتها وانتقد انتقاد علمي من الكتب. لكن ما يجي واحد والبي يقول لك يتوفى في الحمام والذي يقول مستر هنفر وغيرها من هذه الأطرقات، ده كلام فارغ لا يمت إلى الصلة ولا إلى الكلام العلمي بأي صلة، لا يمت إلى الكلام العلمي بصلة، شفت كيف؟ فكتبه شاهدة ناطقة بما دعا إليه، موجودة. قال رحمه الله في كتابه ثلاثة الأصول، الأصول الثلاثة قاعدة أمشي أرجع عليها، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. دي كتبه كده كلها، أي كلام يديك له يقول لك والدليل قوله تعالى طوالي، ما بيديك كلام ساي، لأنه ليس من المنظراتية جماعة القاعدين ينظروا ساي في الدين، وإنما يتكلم مهتديا بنور الوحيين الكتاب والسنة، كما قال رحمه الله أنه يجب على أي مسلم يتعلم المسائل الثلاثة. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، ومسألة الخلق إن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الخالق، هذه لا ينكر إلا جاحد، حتى كفار قريش أبو جهل وأبو لهب وابن أبي معيط وغيرهم كانوا يعرفون أن الله رب العالمين هو الخالق، لذلك ذكر الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من
خلقهم ليقولن الله. ده ابو جهل ذاته عارف انه رب العالمين سبحانه وتعالى هو الخالق، عارف انه ربنا خلقه، ومع ذلك فهو مشرك كافر. ليه؟ ليه؟ لان هذا توحيد الربوبية، ده توحيد اسمه توحيد الربوبية. برضو اهل البدع والضلال وعلى رأسهم المتصوفة ينكرون انكارا شديدا، يقول لك ما تقول التوحيد ينقسم الى الربوبية والألوهية، لان هذا التوحيد التقسيم مبتدع. كيف مبتدع؟ يقول لك اول من قسمه هو شيخ الاسلام ابن تيمية، وابن تيمية ماله؟ ما عالم من العلماء وكتبه ناطقة شاهدة بما دعا إليه رحمه الله. وعلى أي حال هذا التقسيم موجود من عهد السلف، من زمن القرون المفضلة التي شهد النبي عليه الصلاة والسلام بخيريتها في حديث ابن مسعود الذي في الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاث هي خير القرون، فعلماء هذه القرون الخيرية كانوا على هذا التقسيم. وهذا التقسيم موجود في كتاب الله عز وجل. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز من سورة مريم، لكن هو الصوفي فاضي عشان يقرأ سورة مريم، هو الصوفي فاضي من الهبر ملو حفر البير جبال دلو، ما فاضي عشان يقرأ كتاب الله عز وجل. وإن قرأه وحمله فكمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثلهم صوفية يعني. عندهم القرآن الكريم يحملونه كحمل الحمار من غير فهم ولا إيش، بل يقول لك أوعك تفسر القرآن، ما شايف فلان الفلاني ذاك دار يفسر القرآن جنة. هكذا ينفرون الناس من كتاب الله عز وجل. وعلى كل حال ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال العلماء ومنهم السعدي رحمه الله صاحب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، راجع تفسير السعدي، ذكر أن هذه الآية قد اشتملت على أنواع التوحيد كلها. توحيد الربوبية في قوله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما، وهذا إثبات أن الله عز وجل هو رب السماوات والأرض، ده توحيد الربوبية، أن تعرف أن الله رب العالمين هو الخالق لهذا الكون والمالك والمدبر. فإثبات الملك الخلق والملك والتدبير لله العلي الكبير ده توحيد الربوبية. وهذا ليس كافيا حتى يجعلك تدخل في الإسلام، لأن أبا جهل وأبا لهب من كفار قريش كانوا يقرون أن الله عز وجل الخالق والمالك والرازق والمدبر والمحيي والمميت والبنزل المطر، فجأة الصوفية يعتقدون أن مشايخهم عندهم واحد اسمه بياع المطر، بياع المطر في سماها، في السماء يبيع على الناس دماهم بتا، يبيع لهم المطر في السماء، شفت كيف؟ لكن أبو جهل وأبو لهب كانوا يعرفون أن هذه الأمطار إنما هي من الله عز وجل. عشان كده العلماء يقولون أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من المشركين الأوائل. ليه؟ لأن أولئك كانوا يقرون بأن الله عز وجل خلق ورزق وملك ودبر هذا الكون، لكن دل ما عارفين، دل صوفية ما عارفين إن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الخالق وحده. شفت كيف؟ ده النوع الأول من أنواع التوحيد. نوع الثاني وهو توحيد العبادة، وهذا هو الذي وقع فيه النزاع
بين الرسل وأقوامهم، ما في رسول من الرسل إلا وكانت معركته الكبرى إفراد الله رب العالمين بالعبادة، وألا يشرك معه غيره سبحانه وتعالى كائنا من كان. لذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والثانية، المسألة الأولى أن تعرف أن الله عز وجل هو الخالق، الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يشرك مع الله رب العالمين غيره كائنا من كان، ما يشرك مع الله عز وجل غيره في العبادة. العبادة شنو؟ الصلاة، الصيام، والزكاة، والحج دي عبادة، والخوف والرجاء والتوكل عبادة، وتلاوة القرآن وسائر الأذكار والدعاء عبادة. فلا يصرف شيء من العبادات لغير الله رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والله عز وجل قد بيّن في كتابه العزيز أن من أشرك به ولقيه على ذلك فإنه لا يطمع أبدا في جنة، ولن يغفر له ذلك أبدا. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ربنا تبارك وتعالى قد بيّن أي ذل يقع في الشرك. شرك يعني شنو؟ يعني ينادي غير الله عز وجل، كمثال يعني، كان نادى غير الله عز وجل فهو مشرك. وهذه دعوة الصوفية. الصوفية عندهم شنو غير دعوة غير الله عز وجل؟ يدعون إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى، فينادي مناديهم زي ما أخبر أخونا عبد العزيز جزاه الله خير، قال لك شنو؟ قال لك الجماعة دل يدعون الناس، يقول لك شنو؟ بناديهم في كل قضية، بناديهم حيين ميتين بناديهم. وآخر يقول: في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي. طيب تنادي رب العالمين بتاني يعني في الليل كما ينشر ذلك داعية الإشراك البرعي، يدعو إلى الشرك بالله عز وجل، يقول لك: إن كنت في مصيبة ووقعت فيها نادي إسماعيل الولي بحلك منها طوالي. طيب رب العالمين وين؟ أين رب العالمين تبارك وتعالى؟ هذا هو الشرك بالله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ سويت لكم آلهة مع الله عز وجل؟ صرتم تدعونها من دون الله رب العالمين؟ هذا مثال بس واحد على الإشراك بالله عز وجل. وحدث ولا حرج عن شرك الصوفية ودعوتهم إليه ليلا ونهارا على القنوات، قنوات تلفزيون، إذاعات، في الراديو، جرائد تكتب، رسائل تنشر، دعوة إلى الإشراك بالله عز وجل. لذلك ينبغي على المسلم أن يحذر حذرا شديدا، بل وأن يعادي هؤلاء، يعني الصوفية دل، يجب عليك وجوبا أن تعاديهم عداوة قائمة على قدم وساق. ذلك قال الإمام رحمه الله تعالى: والثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله، يعني حقق المسألتين السابقتين وهي التوحيد والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز له موالاة، أي محبة، من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، حتى ولو كان أبوك أو أخوك أو ابنك، لا يجوز موالاته ومحبته ومضاحكته،
ليه؟ لأنه مشرك بالله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. شوف، حتى ولو كان أب أو ابن أو أخ أو غيره لا يجوز موالاته ما دام على هذه العقيدة الباطلة، يصرف العبادة لغير الله رب الأرض والسماوات. لذلك هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، لا تقوم إلا على معاداة المشركين. حتى أن المسلم إذا أراد أن يؤمن بالله عز وجل، الزول أول ما يدخل الإسلام يقول لا إله إلا الله، يعني يكفر بجميع الآلهة، ثم يثبت العبادة والألوهية لله عز وجل وحده. فلا إله إلا الله هي التي وردت في قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. اكتفي بهذا القدر، وافتح الفرصة لأخونا